ثم نجهز المتلقي ونباشره بسؤاله الذي كان في عقله، ولا شك أنه يقول: طيب جزاك الله خير، شرحت لي كل هذا، كيف أفعل ذلك؟ كيف أبدأ بذلك؟ تبدأ أنت في هذه الشرائح القادمة تطرح له الفكرة بالمقارنة ما بين الاستهلاك السابق والاستهلاك الحالي في ديك سن. ماذا كان يخسر سابقا وماذا سيستفيد من نظام ديك سن؟ في كل الحالات يا أخوة، نحن جالسين في عرضنا لهذه الشرائح للمستهلك جالسين نشغل مخه، فلما نبدأ نطرح لها الأشياء القادمة إن شاء الله راح تسهل عليه الفكرة وراح يتقبلها وراح يبدأ فيها وهو مغمض، وأنت أيضا مغمض إذا صح التعبير. طبعا في هذه الشريحة سوف نجيبه على سؤال انطرح في ذهنه وسألناه إياه، ألا وهو: كيف تفعل ذلك؟ فالجواب أن نقول له فقط أن تغير بقالتك وتستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أنك سوف تشتري منتجات صحية بلا منكهات ولا ملونات ومركبات إي وأخواتها ولا مواد حافظة. بتأخذ منتجات استهلاكية لجسمك تدخل داخل جسمك بدون أن يكون فيها شيء من هذه الملونات والمنكهات. الفائدة الثانية أنك سوف تستثمر استهلاكك، فالذي كنت تصرفه سابقا شهريا في السوق سوف يقل بالتدريج بالدعاية الشفهية وتوصية غيرك ليفعلوا مثلك وتحت رقمك الخاص بشركة ديكسن، لأن الشركة سوف تعطيك عمولات مقابل توصيتك الشفهية. هذا كل ما في العمل. أيضا نجهزه بأن يعني يتفكر ويتدبر، ونذكر له أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يثني على المتدبرين ويأمر بالتدبر سبحانه وتعالى. في القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ لأننا لو تدبرنا القرآن لأخذنا منه كنوزا لم نكن لنأخذها إلا بالتدبر. هكذا التدبر في النجوم، التدبر في الأرض، والتدبر في مخلوقات الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ هكذا في أي شيء في الدنيا يجب أن نتدبر لماذا صرنا إلى ما صرنا إليه. فنقول: تفكر يا أخي الكريم وتدبر. طيب في ماذا أتفكر وفي ماذا أتدبر؟ الشريحة القادمة سوف تعلمه في ماذا يتفكر ويتدبر. طبعا نقول له: كن ذا تفكير عميق وفهم دقيق في أمرين. الأمر الأول أن عدد أفراد أسرتك سوف يزداد، وبالتالي سوف يزداد مبلغ استهلاكك الشهري من 300 إلى 500 درهم أو الضعف مرة أو مرتين. الأمر الثاني أن المنتجات الغير طبيعية سوف تؤثر ولا شك في صحتك وصحة أفراد أسرتك، وهذا يعني زيادة المصاريف للعلاج في المستقبل. فيعني أنك لم تدفع فقط على المنتجات الاستهلاكية ولم تزدد هي فقط، إنما أيضا زاد المبلغ في العلاج. وهذا الأمر ينطبق عليه المثل القائل على نفسها: جنت براقش، فبراقش هي التي أودت بنفسها إلى هذا الأمر الذي وصلت إليه، الأمراض المستشرية، غير ذلك الفقر المادي، كل ذلك بما كسبت أيدي الناس. طبعا نردف له بهذا الأمر ألا وهو المستهلك في خسارة حتمية. فالخسارة الأولى صرف 300 إلى 500 درهم في شراء منتجات قد تكون غير صحية وعديمة النفع، وقد يكون هذا القد للتحقيق وليس للتقليل. ثاني أن نتيجة الاستهلاك الغير صحي الإصابة بأمراض متعددة، وبذلك سيصرف مزيدا من الأموال مقابل العلاج مستقبلا، وهذه الخسارة ستلحق كذلك بدولنا يا أخوة. فنحن في فكرة ديكسن سوف نخفف الأعباء على أنفسنا وعلى دولنا، فيا لها من فكرة رائعة. ولكن من يتدبر ويتفهم هذا الأمر هو الذي سوف يفيد نفسه، وبالتأكيد سوف يفيد دولته بعد ذلك. تخيلوا لو كثرنا من هؤلاء المستهلكين الحكماء كم سوف نفيد أنفسنا ومجتمعاتنا.